السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلة أمريكية: حركة الحوثيين قادرة على تعضيل هذه القوة البحرية العملاقة. وإلى التفاصيل. أكد الكاتب في موقع ناشيونال إنترسيت جيمس هولمز أن أنصار الله في اليمن قادرون على إحداث انقلاب دعائي من خلال مجرد التمكن من ضرب حاملة الطائرات الأمريكية USS Eisenhower أو حاملة طائرات أمريكية أخرى. وقال الكاتب إن صاروخا أو مسيرة واحدة تستطيع تدمير أجهزة الاستشعار والاتصالات أو مراكز القيادة والصيدرة، بحيث لن تستطيع السفينة مواصلة خوض المعركة قبل ترميم الأضرار. وتابع قائلا: في مفهوم القوة البحرية فإن الهجوم الذي يفقد الوحدة القدرة على القيام بمهمتها يسمى تصفية المهمة. تصفية مهمة حاملة الطائرات ستهزم السفينة، بحيث تصبح الطائرات خارج الخدمة وربما خارج الشرق الأوسط لمدة ليست بالقليلة. وأضاف الكاتب: بإمكان أنصار الله تحقيق نصر من دون تدمير وتأثير، ذلك قد يكون هائلا خاصة إذا ما تمكنت أنصار الله من تسجيل مشاهد للحاملة وهي تحترق، وذلك عبر نشر طائرات استطلاع بدون طيار في مكان الحادث. وأشار الكاتب إلى أنه يمكن لقادة الحوثيين تلميع سمعتهم العسكرية إلى درجة عالية من اللمعان إذا كان مصدر الصور لا تشوبه شائبة، على عكس الفيديو الذي تم التلاعب به والذي يؤكد قصتهم الطويلة عن سفينة آيزنهاور الغارقة أو المتضررة. ويتابع قائلا: يمكن للحوثيين أن يزعموا بحق أنهم وجهوا ضربة لأسطول حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، وإذا اضطرت الحاملة بعد ذلك إلى الانسحاب لإجراء إصلاحات فيمكن للمسلحين أن يزعموا أنهم أرسلوا فخر البحرية الأمريكية إلى الجحيم. وذكر بأن هناك سابقة يمنية في هذا الإطار عندما استهدفت المدمرة الأمريكية USS Cole عام 2000 في مدينة عدن. وتحدث الكاتب عن ضرورة أن تنظر الأطراف المعنية في البحرية الأمريكية في السردية المضادة من أجل حرمان أنصار الله من النصر الدعائي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.